حلقتنا لهذا اليوم تختلف عن الحلقات السابقة بخصوص أعمال السحر والشعوذة اللي يستخدموها ضعاف النفوس والسحرة والصفة وغيرهم اللي يقومون بابتزاز النساء وأعمال السحر ويقومون بدفن هذه الأعمال في مقبرة وادي السلام بين قبرين أو داخل قبر قديم مفلش أو داخل سرداب متروك. وأكثر اللي يستخدمون أعمال السحر هم النساء، لأن النساء هن اللي تجن إلى الساحر والمشعوذ وإلى الصبي ويقومن بعمل هذا يفنى بين قبرين أو يخلي بسرداب قديم متروك. وأيضا يعني الطرق أو الأعمال اللي يسوي بها هو يعني صابونة الميت أو الليفة اللي ليفون بها الميت، أيضا هذني الأدوات اللي ياخذهن الساحر وفانيلة أو جزء من ملابسه، فيقومون بعمل بهذني يعني هذني سود الله وجوههم مثل ما نقول، لأنه راح يهجمون بيت ويدمرون عوائل نتيجة هاي الصابونة. يعني من يمشي للمغتسل ينطي فلوس مكانه هو ينطيها، قسم من عتهم يعني ذولا ضعاف النفوس من ينطي مبلغ من المال يطي صابونة. وأكو ناس لا، ناس تخاف الله وتعرف هذا الشيء، فما يعني ما ينطوهم الصابونة حتى لو تطي مبلغ يعني مليون مليونين ثلاثة ما ينطي صابونة، لأن هاي الصابونة تسوي كوارث. هسه اليوم جينا راح ندور بالمقبرة القديمة، لأنه هاي المقبرة مليانة ملي أنواع والكثير من السحر والشعوذة اللي يستخدموها ويدفنوها بهاي المقبرة. راح نسوي اليوم جولة والسحر والشعوذة اللي موجودة هنا. طبعا ردنا نلتقي بواحد من السحرة حتى يحكي لنا شلون الطريقة اللي من خلالها يعني يعمل هذا السحر وينطي للنساء، بس طلب علينا مبلغ كلش هواي فما قدرنا نعطيه هذا المبلغ حتى نلتقي به ويحكي لنا شلون يعني يقدر يسوي هذا العمل وينطي للنساء وينطي للرجال حتى يدفنونه. وهو مخلي يعني عنده جماعة خاصين سماسرة هم اللي يشتغلون جوا ايده ويجيبون الأعمال ويشتغلون بالليل من بعد المغرب ويقومون بدفن هاي الأعمال بين قبرين أو قبر يعني مفلش أو سرداب متروك. راح هسه مثل ما قلت لكم راح نتجول بهاي المقبرة وأراويكم الأعمال اللي راح بلكي نلقاها ونحصلها اللي دافنيها هنا. شنو هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ فاضل تعال شوف هاي العباية. بعد حتى خاف اطبه زين. هسه هذا اسم ولد تمام لو لا؟ موسى. هذا رجال موسى ابن هذا رجال بنو. ليش دابين عليه زين؟ هسه حتى القبر قديم. هذا رجال ليش دابين عليه العباء؟ شوف خوف بها كتابات شيء تدورها عدل، بس اكو ريحه فطيسه فاضل. نو نو هيك من هذا الكثر صرت ده. من هذا السرداب؟ لا لا لا، الريحه من هناك بصف هذا القبر. هسه هاي شلون نعوفها؟ ما راح اعيفها، ما اعيف لانه ما اعرف شنو قصتها. يعني مريا ذابين عظام مالت هنا على هذا القبور، يعني عتم بها في الشيء ما اعرف بعد، بس احنا لازم نسال، يعني لازم نسال حتى يعطونا جواب، يعني ما عندي علم بهاي الشغله. زين هذا القبر مو مريا، هذا رجال خلينا عليه عبات ميت صار له. هاي بطانيه، هاي بس بطانيه. زين استاذ فاضل، هنا انا عندك شويه يعني ركز شلون هذا هسه اللي بين قبرين هنا اكثر شيء هم يدفنون. يلا هسه راح نحاول ندور بين قبرين بلكي نلقي، لانه هم اكثر تركيزهم بين قبرين يدفنون.
تلزم بيدك، تلزم بالجف. شوف هاي لازم بيها شيء. نحن بالقاع بالقاع سامير وياه مخليه. وشنو هو؟ شوف هاي لازم عمل هذا. شيء أكيد. دم سامير. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شنو هاي؟ على كيف عليها؟ افتح القفل، افتح القفل، افتح القفل، افتح القفل. افتح القفل. افتح القفل. افتح القفل. لفين حتى ننقسها؟ فتحه لو ما انفتحها هاي؟ فتحه. ها؟ فتحه. لا اله الا الله. شنو هاي؟ صورة ولد هذا؟ شوف هاي صورة ولد. صورة ولد. قطي بصبعك، قطي بصبعك، قطي بصبعك. لا ما اريد طلع، ما اريد طلع. احنا شل عندنا بيس، ما نطلع وجه احنا. شل عندنا بيس. هاي صورة ولد. لا اله الا الله. وخر صورة الولد حتى نصور هاي. راح اشكها، راح اشقق الصورة. لا بس لم هنا على صفحة حتى نبطلها. لا اله الا الله. هسه هذا، هسه هذا شنو ذنبه؟ هسه ميت عدل هذا الولد. شوف حتى عيونه مزرفين. أيام قبل أنا صغير نسمع هن يسولفون بالشمعة يحرقون راس الميت ويطلع المخ من إذان. السحاحرة عندهم فرد رموز روس أقلام الهتشي عرفي، فيرتبون الحكي. وهن همات السحارات نفس الشيء يرتبن الحكي، وهمات يموعون راس الميت وينزل المخ ياخذوه يسوون عليه سحر. بالقديمة أكثر الأسحار هناك، دائماً يجي النسوان يسوون سحر هناك ونشوفهم بعيوننا وما نقدر نحاكيهم. يعني تسبب لك مشكلة، الدولة ما تسندك والمقابيل ما يسندك وأخاف ترتكب عليك. يعني هي جاية أن تدفن هذا السحر بين قبره. أكثر من ساعتين إحنا نفطر بالمقبرة القديمة وندور بالمقبرات يدفنون أعمال السحر والشعوذة. راح إحنا مستمرين بالبحث، بلكي نلقي بعد.
السيارة. ما على الزرع هذا لقيت تشيز افتح تشيز بيدي انا بيدي افتح له تشيز لقيت لعابه شلون نقول من الاطفال لعابه من ليفل كبير افتح وكاتب له كتابات وحاطين صوره مع شخص بيع شنو الصوره ما ادري جماعه قالوا لي انا ولد يعني ولد امي قال هذا مسوي سحر لبنيه عمو شلون نقول ما تتزوج تتخبر ما ادري شنو دن الشراد انا ادبين اصير ماشي ما بدنا نقيس دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبك ان حصلنا طفل منا خلينا نقيس عليه هندن هاي صورة صورة بنية صورة مال بنية ما خلصت الله يعني حتى البنات ما خلصت هاي صورة بنية فخليت الصبع عليها حتى ما تسوي لنا مشكلة وتصير فد مشكلة كبيرة زين هاي اكو ورقة هنا بابا هاي ورقة هنا هاي خلص خليتها هنا هيك نشوف هاي شنو بيها شادي بخيط حاطينها بشعرها هذا شنو هو هذا بعد هنا أنا حريص أوقف هسه شوف أوقف لحظة دقيقة ما صور اللعاب هاي شنو هاي هنا النجمة السداسية اكو فرق بين النجمة السداسية والنجمة الداوود شوف هذا الطلسم شنو هذا الطلسم شنو هذا زين هاي افتح هاي طبعا هسه هاي البنية ميتة عدلة سودينة نفتح ديها بشتي فيها وطلسين الله اكبر اللعابة هاي حتى يجسدون شخصيتها ما فليت الرجلين فل الرجلين افتحنا الحرس
لا اله الا الله، لا اله الا الله، شنو هذا؟ عمر بعيد وش وخريده الشيطان ابليس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا فاضل هذا عمل كلش قوي والله، بعد هاي يعني هسم دمري هالدمر خطيه هاي، هذا عمل كلش قوي كلش، هسم دمري هالدمر خطيه هاي. يلا نشوف انه شو اسمه، نشوف انه طفل، خلي يقول عليه. يوم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مقبرة وادي السلام بخصوص أعمال السحر والشعوذة اللي ضعاف النفوس يستخدمون هاي المقبرة حتى يدفنون أعمالهم السحرية والشعوذة والصب أيضا بهاي المقبرة عن طريق النساء أو مخلينهم مساماسرة اللي يشتغلون وياهم يجون يدفنون هاي الأعمال مالتهم داخل هاي المقبرة حتى ينتقمون من أي شخص يضوجون من عنده يكرهونه، سواء المرأة مثلا الضوج من زوجها تحب لها واحد أو أي شيء، أو واحد يحب لبنية وأهلها ما يطوها، فيسوون هاي الأعمال حتى يدفنوها مقبرة وادي السلام.